أما ختامنا سلمى مثل ما بنقول وبنحاول دائما يكون مسك أكيد مع الجمعيات الخيرية، مع العمل الإنساني اللي بيسعى دائما على نشر حالة الأمان السكينة والسعادة بين الناس. رح نضوي على مثل ما قلنا حالات الإنسانية والجوانب الموجودة بالمجتمع، الجمعيات اللي بتساهم عفوا بالنهوض بالمجتمع السوري، جمعية دار الحنان لرعاية المسنين والعجزة، طبعا تهتم بالعجزة، استطاعت أيضا أن تستقبل حالات الزهايمر. رح نتعرف أكيد بالتفصيل على عمل هي الجمعية مع الدكتورة ندى فرحات مديرة جمعية دار الحنان. صباح الخير. صباح النور. نعاد عليك دكتورة. الله يخليك يا رب وعليك. أهلا وسهلا فيكي ويسعد أوقاتك. خلينا نبلش مع حضرتك ونتعرف أكثر عن جمعية دار الحنان، وخليني أقول ماذا تقدم اليوم لكبار السن؟ هلا هي جمعية دار الحنان موجودة من سنة 1983، هي بتعنى بكبار المسنين وبالعجزة، يعني المسن هو اللي عمره فوق 60 سنة والعجز هو الغير قادم على أنه يخدم نفسه. فنحن عنا قسمين، قسم للمسن وقسم للعاجز اللي هو بحاجة لمساعدتنا 24 ساعة، أكل، تحميم، بما في أحياناً يعني ما قادر يقوم على الحمام، كله منقدمه. هلأ عنا مستوصف خيري، كان عنا يعني بالمنطقة نحن منقدم كل شيء بنقدر نقدمه. هلأ حالياً عم نعمل بناء جديد مشان نستقبل مرضى ألزهايمر. ألزهايمر نحن بنستقبل، بس نستقبل الغير قادر على الحركة. اللي قادر على الحركة صعب تقدر تستقبليه بمؤسسة عادية. هو بده مؤسسة يكون فيها شيء قريب من الطب النفسي، يعني بده مكان مسكر أمان ما يقدر يهرب، بده متابعة من قبل أطباء نفسيين، بده ممرضين نفسيين. فنحن حالياً هلأ عم نشتغل على هذا الموضوع، بتوقع من خلال هلأ لسنتين بيكون إن شاء الله جاهز. أهم موضوع ممكن نحكي عنه هن المشرفين على كبار السن، المشرفين على الحالات الموجودة عندكم، قد ايه المطلوب منهم يكونوا أشخاص مدربين قادرين، يمكن بيتحملوا، عندهم صفات معينة من الصبر، من الطيبة بالتعامل مع هدول الأشخاص أو العجزة، خلينا نقول كبار السن، كيف بيتم اختيارهم؟ هل بيخضعوا لدورات معينة قبل ما يتعاملوا ويكونوا ضمن ظروف العمل؟ هلأ نحن بزمن حرب، نعم، فهلا ما عاد في شيء مثالي. قبل كنا نحاول نكون هيك شوي بالانتقاء صعبين، هلا بيجوا الصبيه او الشاب نحن مندربوه، نحن منعلموه ومنضل عم نواكبه. بس قبل كان في مجال لدورات تدريبيه، كان في كل شيء. هلا بس في متابعه لعمله، هلا نحن مندرب، نحن يعني انا صلي موجوده 20 سنه، في معي كادر مندرب وموجودين معهم يعني. فبنعتمد على انه نحن بننقي الشخص اللي بنحس انه في مواصفات انسانيه، اللي بنحسه انه لسه بيعرف شو يعني احترام الكبير، لسه بيعرف مخافه الله، والباقي نحن بنعلمه يا ما اشكال. يعني هي بالنهايه عم بتعلمي كيف، مو شغله انه بدك تعلمي كيف ياكل وكيف تطعمي وتغسلي وتشربي وكذا، بس المهم يكون هو عنده صفات انسانيه تقدري تطلعي منها مشرف جيد. اكيد دكتوره ندى، يمكن هذا من اهم المجالات الانسانيه، وبنشوف تجارب عديده بالوطن العربي ايضا من المراكز المختصه لدور الرعايه لكبار السن وايضا للحالات الخاصه. اليوم عم نحكي بظل الحرب، وايضا نحن هلا برمضان، يمكن هي الحالات الانسانيه بيكون في لها شيء خاص برمضان، شو بتسعي تقدمي لهم خلال هالشهر الكريم؟ هلا نحن الى حد ما بنحاول، يعني انا نحن دار ايواء، يعني هن عايشين معنا. فنحن تماما بنحاول نخلق شيء قريب من جو البيت والعائله، مع انه ما رح نقدر اكيد 100%. صحيح. هلا موضوع لو انتم طلعتوا بتشوفوا انه موضوع الفطور، هنا بيطلعوا بجنينه، بنحط الفطور بجنينه، بنحضر السحور، بنحسب حساب انه يكون في طقوس نفسها بين التمر، بين المعروك، بين الشراب. في فعاليات كثير بتحاول تجي تفطر معهم، بس الفرحه فيهم. جمعيات ممكن عم تيجي تشارك معكم؟ في فعاليات اكثر، هالشباب والصبايا اللي طالعين بيرفعوا الراس، في كثير كثير فعاليات. نحن بنقول لهم نحن بنعزم، بس انتم تفضلوا يعني قضوا معهم شويه وقت، لانه للاسف في كثير منهم اولادهم غايبين او متغيبين. صحيح. هاي القضية يعني. دكتورة، المعروف عن حضرتك بتدعمي كثير من المرضى خاصة من خلال الأدوية والعلاجات. خلينا نعرف الفئة يلي بتدعميها. هلا أنا بدار الحنان ما عندنا هالشيء، بس
في يعني انا المستغرب. نشاطاتك وين دكتوره؟ انا نشاطاتي بجمعيه دار الحنان. نعم. انا طبيبه. نعم. وانا عضو مجلس اداره بجمعيه الامان. جمعيه الامان هي جمعيه كانت واقفه ورجعت تفعلت، متوجهه هلا باتجاه الاضطرابات السلوك وخصوصي ما بعد الحرب. الادويه وما الادويه في جمعيات خاصه لها، في صندوق العافيه اللي هو ما مقصر، في كثير جمعيات. بس انا تماما هلا نشاطي مسنين وعجزه واضطرابات سلوكيه، خصوصي بعد الحرب رح نعاني كثير. صحيح، وهي مشكله كثير كبيره، يعني يمكن في اشخاص كثير فقدوا العائله، ويمكن اللي كان معتاد سابقا انه الصغير هو بيفقد الكبير، بهالحرب شفنا العكس، يعني صار في للاسف الاهل فقدوا ابنائهم بعمر كثير صغيره، وهذا الشيء اثر نفسيا على كبار السن، غير المشاكل الصحيه اللي هي مع تواتر الايام بتعمل عندهم بعض ايضا الارتدادات. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، كيف حاولتي تقدمي الرعايه بهذا المجال؟ هلا هو نحن في عندنا متابعه نفسيه دائمه، في عندنا طبيب نفسي موجود، بس سبحان الله عاطي للانسان نعمه النسيان والتعود، والكبير بالعمر هي خلينا نقولها موهبة متطورة أكثر عنده، بتحسي إنه هو كأنه بيحط هيك حاجز أو بيحط ببطل يفكر. بس كثير مشكلة كبيرة إنه الأولاد اللي ما انفقدت بالحرب سافرت وتركت، يعني هاي شيء عم نلاحظه إنه هن ماشيين وتاركين. يعني نحن خلال الحرب جبنا ختيارة متروكة على الحدود السورية اللبنانية. من سنة بتوقف تاكسي بيحطوا السيارة الختيارة على باب جمعية دار الحنان وبيمشوا. عاد رجعنا عم نشوفوا اللي كنا نقول بعمره ما بيجيروا بمجتمعنا لأنه منخاف الله، لأنه مجتمع شرقي، لأنه لا هلا للأسف عم نعاني كثير. نحاول قدر الإمكان نخلق جو العيلة، أحيانا نحتاج لمساعدة من أطباء نفسيين، بس إلى حد ما. هلا إذا بتطلعي بتزوري دار الحنان بتشوفي إنه هن خلقوا جو لهم والابتسامة على وشهم خلص. بني آدم بيتعود. صحيح. هلا نحن نتمنى أكيد إنه نتعود على كل خير وكل الشغلات الحلوة والإيجابية. مشكورة أكيد جمعيتكم، ومشكورة كل الجمعيات اللي بتقدم مهما كان شيء بسيط. أكيد ما بنتمنى إلا كل الخير، وكل الأولاد يكون فيهم خير حقيقي لأهاليهم. وهي الحالات اللي حكيتي عنها دكتورة تلتغى بشكل كامل وما عاد نشوفها أبدا بمجتمعنا، وأكيد ترجع حالة الرعاية للابن. صحيح. والبنت إذا بدنا نقول لأهاليهم نرجع نشوفها بشكل كامل. مشكورة دكتورة، مشكور كل الكادر على العمل بشو ما قدم، وأكيد سلمى هون تكون خلصت حلقتنا. أكيد، شكرا لك دكتورة، ينعاد عليكم طبعا. نحن عم نودع اليوم شهر رمضان، بكرة العيد، بنتمنى كمان اللي عنده وقت وقدران يروح يقضي شوية وقت مع أهلنا بدور الرعاية، ما يقصر ويتوجه، لأنه هي شوية حنية وشوية رحمة بقلوبنا تختلف الحياة 180 درجة. شكرا لك، كل سنه وانتم سالمين. وانت سالمه دكتوره. شكرا.